بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. مع حديث الذكريات والعبر وقصتي مع أبي أحمد الجزار، وكنت آنذاك قد درست في جامعة دمشق، ثم انتقلت إلى الجامعة الإسلامية وتخرجت في الجامعة الإسلامية، وأصابني بعض الغبار الذي يلقيه المدرسون في تلك الجامعة تجاه الحقائق الإسلامية. الأمور ظاهرية ومادية، القضايا تقاس بمقاييس ليست روحانية. لم أكن وهابيا في يوم من الأيام، ولكن يعني أصابني بعض الغبار، فكنت أنظر إلى المظاهر، وكنت أهتم أكثر ما أهتم به العلم وقراءة الكتب المطولة والعلماء، حتى لو اختلفت معهم أو خالفوا منهجي كنت أستفيد من العلماء، لكن ربما في نفسي شيء من عدم الاحترام لأناس عليهم سيمة التدين ولكن ليسوا من طلاب العلم. طبعا لا يجوز احتقار مسلم من المسلمين، وبحسب امرئ من الشرع يحقر أخاه المسلم، لكن هذه أشياء أمراض تعتري النفوس، الإنسان الله تعالى يعينه على الخلاص منها. نظرت إلى ذلك الجزار وهو غارق في اللحم وثيابه ملطخة بالدماء. الحقيقة أقولها الآن بعد مضي يعني على أكثر من 30 سنة على تلك الحادثة. نظرت إليه نظرة استهانة، وأدرك ذلك، أدرك ذلك مني، لم أتكلم، لا هو تكلم ولا أنا تكلمت، لكن نظرت إليه نظرة في قلبي، نظرة استهانة، فامتعض أشد الامتعاض وتأثر، وظهر التأثر على وجهه. لكن أنا حينما رأيت تأثر يعني ندمت على ما كان مني. هذا الرجل يعني قريب من عمر والدي. في ذات مرة وأنا في بيتي، وإذ بي يطرق الباب، كان له علاقة بوالدي، يعني بينهم تزاور وصحبة وصداقة وكذا، لكن ليس معي، يعني كنت أراه أنا ذا من معارف والدي. فطرق الباب، قال السلام عليكم، قلت وعليكم السلام. الوالد يعني لا أنسى يعني أناديه لك. قال لا لا لا، أنا ما أتيت للوالد، أتيت لك أنت. قلت تفضل مرحبا، شخص جاء يقصدني. فجلس سويعة من الزمان و لم يتكلم كثيرا، غاية ما في الأمر أنه دخل في البيت، فسبحان الله يعني وقع في نفسي شيء من الحب والاحترام له، وكأنه ألقى شيئا في هكذا في القلب ومشى. في تلك الساعة ربما كان لي قريب من الأرحام، زوجته تعاني من زيادة هرمون الحليب، وهذا يمنع الحمل، يعني ما كانت تحمل بسبب هذا الأمر. فجاء إليه في ذلك المجلس وذكر له هذا، كان أظن على ما أذكر يعني أني ضيفته على ما أذكر زجاجة يعني مشروبات غازية هذه، فأخذها وقرأ عليها شيئا وقال أعطيها لها، أعطاها هذه، فانقطع سبحان الله بالكلية وحملت بعد ذلك مرارا. جلست مع هذا الرجل، وقد مضت فترة من الزمن، عدة سنوات، ربما لا أجلس مع غيره عدة سنوات.
فكان يتكلم بكلام غريب، كلام ثقيل وعميق. أعود إلى بيتي أقلب في الكتب أقرأ هكذا يعني ما بيدي، فأجد الكلام الذي قاله وقد تكرر هذا مرارا، يتكلم بالشيء، فأفتح الكتاب فأجد ما قاله. كذلك وجدت فيه شيئا غريبا وعجيبا، بابه مفتوح للجميع والضيافة والإكرام باستمرار، وهو لم يكن غنيا يعني كان يعني ومتوسط الحال أو دون الوسط، لكن يأتي إليه كثير من الناس من العوام ومن يعني أصحاب المشاغل، فكانوا يأتون إليه في حاجات. هذا الذي يقول له عندي أنا بائع وعندي خضروات وعندي كمية كبيرة من البطاطس لم يعني تبع معي، ماذا أفعل؟ فيضحك ويدعو له شيئا فيذهب ويقول له الحمد لله قد بيعت. يأتي شخص آخر ويقول والله زوجتي كذا كذا، الثاني يقول له يعني لا يأتيني أولاد، الثالث هذا رأي العين. فكانت سبحان الله الحاجات تقضى، ولكن مع هؤلاء الناس الذين تقضى حوائجهم وجدت لديه حبا شديدا وتعلقا عظيما بسيد الأولياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس تتهلل أسارير وجهه ويتورد وجهه هكذا، يظهر السرور إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه، كما رأيت تعلقا كبيرا بأولياء الله الصالحين، يذكر فضائلهم ويذكر مناقبهم ويذكر سيرهم ويذكر أخبارهم ويحب أن يستمع إلى هذه السيرة. أخذت منه دروسا بليغة، من هذه الدروس أن العبرة ليست بالمظاهر، من هذه الدروس أن العلم ليس فقط علم الأوراق، كما يقول الشاعر الصوفي هذا يقول يا قاريا علم الأوراق بلا عمل ما ينفعش، قم اذكر الخلاق ومجد النبي القرشي صلى الله عليه وسلم. رأيت فيه هذا الجانب، الذكر، القرآن، اتباع السنة، وهو من عوام ليس يعني من العلماء ولا حتى من طلاب العلم، ربما يعني ربما يكتب نعم يقرأ ويكتب، لكن ربما ببعض الصعوبة يعني قراءته وكتابته فيها بعض الصعوبة. كنت مرة في مصر وهو قال لي شيئا، قال لي يعني إذا رأيت الشيخ فلان وهو من كبار علماء الأولياء، إذا رأيته قل له خادمكم يسلم عليك، أو قل له هكذا كلبكم يسلم عليك. يعني أنا ما أستسيغ هذا ولا أنقل مثل هذه الرسالة. قال لي ماذا عندك؟ ماذا قلت أنا مسافر. قال ماذا تريد؟ قلت أحد الصالحين يسلم عليك. قال لي طيب انتظر قليلا. فقلب الشيخ فقال فأخرج كتابا من كتب، قال لي أعطه هذا الكتاب. فذهبت فأعطيته هذا الكتاب، فقال سبحان الله والله أنا طلبت هذا الكتاب وكنت أريده. فأرسل له الكتاب ذاته، ما الذي يجري؟ ما الذي يحصل في هذا الكون؟ هذا الصنف النفيس عرفونا على الله سبحانه وتعالى، عرفونا أن العالم هذا ليس فقط في المشاهد، في شيء وراء المشاهدة، في شيء غير محسوس، في عالم الروح. القضايا ليست مادية فقط، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. دعا لي كثيرا، ومن حضر معه من أولياء قال لي بعضهم أو عدد منهم قالوا كنا ندعو لك عند بيت فلان،
نجلس هكذا، أنت في كرب ونحن نجلس ندعو الله لك، وأنا ما أراه من خير في هذه الدنيا من تلك الجلسات مع هذا الصنف النفيس من الصالحين الأولياء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.